ونشير إلى هذا العاجل الظاهر على شاشتنا، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومسؤول هيئة مستشاري مجلس الوزراء والوزارات المعنية. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، ونناقش حاليا أهم بنوده للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات. وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، وبما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالميا على رأس المناطق العاملة في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات لمنطقة للأنشطة المالية والتجارية تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات ولتسهيل التجارة العالمية. كما شهد الاجتماع استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات وما تقدمه من خدمات أخرى في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات إلى جانب الخدمات المالية والتجارية والمهنية. هذا واستعرض الاجتماع تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال وملاحظات الحضور بهدف الوصول إلى صياغة تحقق المستهدفات، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر كل الملاحظات وسرعة العمل على تضمينها.